السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا أهلا بكم في مساحة مفتوحة بقناة ليبيا الرسمية. اليوم العالمي لأمراض السكري الذي يصادف 14 من نوفمبر من كل عام خصصته منظمة الصحة العالمية للاحتفال به. ما هي هذه أسباب وما هو أسباب وأعراض هذا المرض؟ لماذا خصص هذا اليوم بالاحتفال؟ ما هو الغذاء الصحي المناسب لأمراض السكري؟ هل هو وراثي أم مرض عرضي؟ هذا الموضوع سنتناوله مع ضيوفي الكرام. دكتور عبد اللطيف المرغني رئيس قسم التغذية العلاجية بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، أهلا بك دكتور. مرحبا، مساء الخير. وكذلك نرحب بالدكتورة سناء شديد أخصائي أمراض السكري والغدد الصماء أطفال، أهلا بك دكتورة. أهلا وسهلا بك. بداية دكتور، ربما نأتي، ما هي التغذية العلاجية؟ علم التغذية العلاجية هو أصبح من العلوم الحديثة مؤخرا اللي ترتبط بحياة الإنسان وصحته. في الدول المتقدمة يعني لديهم دراية بهذا العلم من حوالي 30 سنة، ولكن في العالم الثالث أصبح هذا الموضوع حديث جدا. وبالمناسبة حتى في ليبيا أصبح الاهتمام كثيرا بهذا الموضوع، وأصبحت فيه أقسام تدرس هذا المجال وحتى في المستوى الجامعي وكذلك في الدراسات العليا. فهو يهتم بدراسة علاقة الغذاء بصحة الإنسان من النواحي السلبية أو النواحي الإيجابية. فالغذاء الجيد الصحي لديه بعض المؤثرات الصحية وممكن يعالج لنا بعض الأمراض. وهذه الأغذية عادة تسمى الأغذية الفعالة التي تقوم بوظائف، بغض النظر عن الوظائف الأساسية لتزويد الطاقة، تقوم بوظائف دوائية أخرى. نعم. والغذاء السيء اللي هو لديه يعني مؤثرات جانبية سلبية مثل زيادة في استهلاك السكريات والملح وإلى ما غير ذلك. نعم دكتور. دكتورة سناء، اليوم العالمي الذي يصادف 14 من نوفمبر من كل عام، لماذا خصص هذا الاحتفال في هذا اليوم؟ طبعا 14 نوفمبر هو كان اكتشاف الانسولين عن طريق دكتور كندي، فال14 نوفمبر هو يصادف ميلاد الدكتور اللي اكتشف الانسولين. فهذا اليوم نحتفل به على خاطر الدكتور، يعني ميلاد الدكتور يعتبر ميلاد الانسولين. الحاجه الثانيه الدائره الزرقاء، بس ان هم الكل مثلا يسالوا علاش دائره زرقاء في اليوم العالمي، لان هم ترمز للصفاء والنقاز، لرمز الاستماع يعني. نعم. اذا مشاهدينا المتابع، هذه الاحتفاليه التي اقيمت داخل مستشفى الحوادث بمسلم بمناسبه اليوم العالمي للسكري. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، صديق العباسي عضو المجلس البلدي بلدية مسلم مسؤول ملف الصحة. بهذا اليوم، طبعا اليوم العالمي لداء السكر، يوم 14/11 الذي يقام من كل سنة من على مستوى ليبيا، واليوم طبعا داخل بلدية مسلم. وكانت طبعا التجهيزات من يوم الأمس، طبعا المشاركين من كل المراكز الصحية من داخل بلدية مسلم وكل الشركات المساندة والداعمة لهذا البرنامج. وطبعا كما نعلم علاج السكر اليوم إن شاء الله حيكون داخل بلدية مسلم وعلى كافة ربوع ليبيا، اليوم حيكون إن شاء الله مجانا وكل القياسات، وإن شاء الله حيكون فيه علاج، وإن شاء الله نقدمه الأجهزة متاع الجهاز السكري. اليوم نعلم كل مواطنينا داخل بلدية مسلم اليوم طبعا كل العلاج، وأعطاء إن شاء الله الأجهزة الضغط والسكر اليوم حيكون مجانا إن شاء الله داخل بلدية مسلم. ونشكر إدارة الخدمات الصحية على مساهمتها في هذه البرامج التي تحدث في يوم 14 من كل سنة، وإن شاء الله يعم على الجميع بالخير، والوقاية خير من العلاج، ونتمنى الشفاء لكل مريض سكري، وربي يحفظ ليبيا، ونتمنى لكم كل خير. ولا يسعني في هذا اللقاء بأن نترحم على كل أبناء غزة
وكما نرحم على أبناء درنا، وأن لله وأن إليه راجعون، وحفظ الله ليبيا. وكل الشكر والتقدير لقناتكم الرسمية الموقرة التي تواكب في كل الأحداث داخل بلدية بوسليم وداخل ربوع ليبيا عامة، وبارك الله فيكم، مشكورين جدا جدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الدكتورة ناجي عبد الله مخلوف، مدير مكتب الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية طبعا، وقسم التوعية والتثقيف الصحي بإدارة الخدمات الصحية بوسليم. طبعا مساهمة أحد الشركات المساهمة شركة الواحة المسيرة للتدريب والتأهيل ورفع الكفاءة للطبية والطبية المساعدة، طبعا اليوم أشارك لإحياء اليوم العالمي لمرضى السكري. طبعا كما أشكر إدارة الخدمات الأستاذ خالد وكل من مشرف عليه هذه أحياء هذا اليوم. كذلك أشكر بلدية بوسليم الذي لا طبعا دائما تواكب هذه الأحداث معنا، ونشكر الأستاذ صديق العباسي رئيس الملف الصحي على بلدية أبو سليم. كذلك أدعو بالشفاء لجميع مرضانا سكري، وإن شاء الله يكون خير يا رب العالمين. شكرا وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أنا الدكتورة مروة محمد ريس، مدير مكتب الخدمات الطبية بإدارة الخدمات الصحية أبو سليم. في إطار حرص إدارة الخدمات الصحية على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين داخل بلدية بوسليم وخصوصا فئة الاختطار ومنهم مرضى داء السكري، اليوم كالعادة نحيي اليوم العالمي للسكر الذي يصادف 14 نوفمبر من كل عام. طبعا هو اليوم السنة هذه تعتبر السنة الثامنة على توالي الاحتفال بلدية بوسليم باليوم العالمي للسكر. في هذا اليوم قوموا بعدة نشاطات، منها الكشف على المريض وقياس وزنه وضغطه والكشف السكر عليه مستوى السكر في الدم. السنة هذه قدمنا جهاز، درنا اشتراك مع جهاز الإمبادي مع شركات، فقد جبنا جهاز الإمبادي وقياس الكتلة العضلية للمريض ونسبة الدهون والمياه والعضلات داخل الجسم. يقوموا بكشف كامل مريض السكر مع الأطباء المخصائيين السكر، وكذلك تقوم بتوعية بخصوص الأغذية المناسبة للمريض وتقديم النصائح والإرشادات لهم، وذلك للمحافظة على صحتهم وللرفع من مستوى الخدمات داخل بلديتنا. طبعا خلال 8 سنين هذه تم كشف حوالي 125 حالة مريض سكري جديدة خلال الحملات هذه واليوم والاحتفالية باليوم العالمي للسكر، وتم توزيع أكثر من 1000 جهاز خلال هذه السنوات في اليوم العالمي للسكر. أهلا بكم مشاهدينا، فاصل ثم نواصل بقية مساحة مفتوحة بقناة ليبيا الرسمية. أهلا بكم من جديد. دكتور، ما علاقة الجسم بالسكر؟ طبعا ربما سكري جسمي صحي غذائي، أنت أدرى بهذا الشيء دكتور. في الأول دعنا نصل إلى تعريف ما هو السكر. نعم. وما الفرق بين السكر والمواد الكربوهيدراتية، وفيه غلط كتير يعني في عامة الناس لما ياخذ في كلمة أن ابتعد عن الكربوهيدرات فيبتعد على كل شيء ما هو مربوط بالسكر. السكر يأتي تحت مظل الكربوهيدرات اللي هي المواد الكربوهيدراتية. فالكربوهيدراتية مجموعة من المركبات الكيميائية اللي تحتوي على كربون وهيدروجين، فيسمونها الكربونية والهيدروجينية. هذه المركبات منها النشا اللي هو سكر معقد، ومنها الألياف أو اللي إحنا اللي بالعامية نقولها النخالة، ومنها السكريات البسيطة زي السكريات اللي هي نتناول فيها السكريات المصنعة. نعم. فالكربوهيدرات هي مظلة ضم عدة مركبات من ضمنها السكر. السكر يرفع يا أكل السكر وخاصة السكر المصنع يرفع من نسبة السكر في الدم أكيد عن طريق الأغذية، لأن لا يتم تخليقه داخل الجسم، فهو يأتي من عوامل خارجية وهي في الوجبة الغذائية. فعلاقة السكر بجسم الإنسان أكبر عامل خطر على جسم الإنسان هو تحويل حموضة جسم الإنسان إلى بيئة حامضية،
والبيئة الحامضية هذه مرتع إلى العديد أو مسبب للعديد من الأمراض. هذه نتيجتها دكتور تناول الأشياء المصنعة، السكريات المصنعة بالدرجة الأولى. تأتي السكريات الموجودة في الفواكه، إذا أكثرت منها فيها خطر أكيد، ولكن خطورتها أقل بكثير من السكريات المصنعة. ولاحقا سوف نتحدث على الجلايسيميك اندكس والجلايسيميك لود، اللي هو معدل مؤشر السكر ونسبة السكر في المادة الغذائية، فالفواكه أقل خطورة من السكريات المصنعة. نعم نعم دكتورة، الأعراض التي تصيب الإنسان من خلال هذا المرض وأسبابه، ربما تطرق الدكتور لبعض النقاط المهمة في هذا الجانب، ولكن حتى من باب عملية التحليل، يعني الإنسان المفروض يهتم بجسمه صحيا، إجراء الفحوصات الطبية، ما هو الأعراض؟ شكرا على الدكتور عبد الغني على نوه على الكربوهيدرات. عبد اللطيف سوري سامحني، على نوه على ان الكربوهيدرات هي اللي يعني الناس اول ما تقول سكر يقول لك نبتعد عن السكر. ف دكتور عبد اللطيف نوه على الكربوهيدرات حاجة مهمة جدا، لكن السكري هو طبعا احنا عندنا اكثر من نوع في السكري، لكن هو اساسا يعتبر خلل في البنكرياس. السكري في نوع اول ونوع ثاني، وممكن يكون عندنا سكر الحمل. سكر النوع الاول ان احنا عندنا اجسام مناعية تهاجم البنكرياس اللي هي خلايا بيتا اللي تفرز الانسولين، فمعشي يعني مع مرور الوقت يبدا ما فيش خلايا تفرز في الانسولين، فلذلك احنا في النوع الاول نعتمد على الانسولين الخارجي بشكل كامل. لكن النوع الثاني يكون فيه ضعف هي نتيجة مثلا للعمر، والنوع الثاني عادة يكون مرتبط بالسمنة، يعني السمنة لأن هي مرض العصر، فالسمنة مرتبطة بالنوع الثاني من السكري، والنوع الثاني يعتبر اللي هو ضعف في خلايا بيتا اللي هي تفرز في الأنسولين. فلذلك ممكن النوع الثاني ما نعتمدوش كليا على الأنسولين، لأن في عندنا أنسولين ولكن إنتاج الأنسولين في الجسم يكون ضعيف، فنعتمده ممكن يعني نعتمده على أدوية تانية زي الحبوب والرجيم والنظام الغذائي، ممكن يحسننا من النوع التاني بطريقة يعني كويسة جدا. نعم دكتور، أنت أشرت إلى الكربوهيدرات، يعني ربما في بعض لديه ميول وفي من ليس لديه ميول، ما أوجه المقارنة بينهما دكتور؟ دعنا نتحدث أولا عن العوامل اللي تؤثر في استهلاك السكر، منها اللي هي نمط الحياة أو أسلوب الحياة. فالعامل الثاني ممكن يدخل في اللي هو البيئة الاجتماعية، يعني أنت تلقى الإنسان بيحاول أن يرتب أموره من ناحية تغذوية ومن ناحية نشاط رياضي، ولكن تلقى فيه المناسبات الاجتماعية تلقى الإنسان تأثر بالظروف الاجتماعية من حوالينا. واحد زي ما قال لك يبعد عن الرياضة، واحد يقول له يعني. ومن أسوأ الحاجات اللي احنا نواجهنا في المجتمع الليبي هي الأمثال الشعبية السلبية، خلينا فيها أمثال شعبية إيجابية وفي سلبية. فمن ضمنها يعني كمزحة يعني يقول لك ليلة قبرك ما تباتش برا، يعني اللي ما يقتلش يسمن. فهذه الأمثال هي في الواقع يعني أمثال سلبية تأثر على المجتمع. يبقى نوعية الأكل، هذا برضو يدخل فيه العوامل الاجتماعية، وإحنا أنت عارف المجتمع الليبي مركز على النشويات من ضمنها المكرونه والكسكسي والأرز، ناهيك عن الفاست فود. الفاست فود هذا موضوع ثاني آخر، لأنه يدخل في عملية السمية، وأن الكبد يعني بيصبح ينظف المواد السامة، فما يتمش الميتابوليزم بالطريقة الصحيحة أو هضم الكربوهيدرات بالطريقة الصحيحة، فيتم تخزينها إلى حد يعني أيضها بطريقة أخرى، فهذا موضوع ثاني. هذه واحدة من الحاجات ما نيش عارف أن يستمر في الحديث. الزمن ما بين الوجبات برضو يعني مهم. التركيبة الجينية للإنسان، في بعض البشر عندهم ميول للسكريات والآخر ليس لديه ميول، فتفرق فيه ما بين داخل أفراد الأسرة، تلقى واحد يعني عنده بدانة overweight والآخر يعني تلقاه جسم رشيق، ما السبب؟ في حين أنهم هم يأكلوا في نفس الأكل داخل الأسرة، فهذا يرجع إلى اختلاف جيني بسيط وسمتنا نتحدث عليه. نعم. وما يسمونه بالنيوتروجيناتيكس يعني. فالقصة كبيرة والعوامل يعني كثيرة ومتداخلة، والموضوع ليس بسهل، ولكن الإنسان لو يريد أن يرتب موضوع الصحة من ناحية الغذاء الصحي سهل جدا. نعم دكتورة، يعني المرض السكر يعني هل هو وراثي أم يحدث عرضي فجأة؟ يعني خلع. نعم يعني هذا أكثر سؤال في الناس هو. نعم. طبعا الحالات لما تجينا بالذات النوع الأول
لا هو كان كويس لكن نتيجة خلع. هي مش نتيجة خلع يعني، هذه واحدة من السلبيات على قولت الدكتور، يعني ان هو اساسا يعني في جينات في كل جسم يعني عنده جينات وممكن اجسام مضاده المناعه عندها تهاجم في البنكرياس. فلحد الان بالنسبه للنوع الاول مش معروفه الاسباب نهائيا، الا انه هو عباره عن اجسام مضاده مناعيه تهاجم في البنكرياس وتكسر في خلايا بيتا. لكن الاسباب بالنسبه وراثيا لها علاقه يعني بالوراثه، اذا كان الاهل في عندنا اكثر من شخص عنده مصاب بالسكري، فطبعا نسبه ان الاطفال يكونوا مصابين بالسكري تكون اكثر من لما يكون عندنا عائلة ما عندهمش سكري نهائيا. فالنوع الأول بالذات أنه هو يعني مليشي أسباب واضحة، لكن النوع الثاني كليا معتمد على الغذاء ولا السمنة، لأن النوع الثاني مرتبط ارتباط كلي بالسمنة ونمط الحياة الغير صحي. نعم دكتورة، عادة يعني الإصابة يعني بالمرض السكري البعض يعني تلقي أسرة بالكامل يعني لديهم أطفال سكري أو مرض سكري بصفة عامة يعني العائلة يعني بالكامل، وهذا موجود يعني ربما حتى أنتم أدرى بهذا. يعني ما السبب هدايا من خلال العائلة كاملة يعني لديها مرض السكري؟ زي ما قلت لك هي الأسباب تعتبر أغلبيتها جينية، يعني ممكن هم عندهم عرضة جينية أكثر لمرض السكري. وطبعا ما ننسوش الكورونا يعني أثرت بشكل كبير بالنسبة لمرض السكري، لأن هي أثرت على المناعة، فصار عندنا بالنسبة لبعض نسبة السكري بعد مرض الكورونا زادت بنسبة كبيرة جدا، يعني تقريبا 10 أضعاف ممكن نقول لك أن زادت نسبة السكري في الأطفال أو النوع الأول أو النوع الثاني بعد مرض الكورونا، لأن فيروس الكورونا ممكن أدى إلى خلل في الجهاز المناعي في الجسم، فأدى إلى اللي هو تحور المناعة وبالتالي أدى إلى ظهور النوع الأول من السكري. نعم الدكتورة طبعا إخصائية أمراض السكري أطفال، وهذا نقطة مهمة من خلال التخصص، والأطفال هم عماد المستقبل، ولكن هذا في الناحية التغذية. يعني لاحظنا في بعض المقاصف في المؤسسات التعليمية أن هناك وجود الحلويات بصفة عامة أشكال وألوان ولها مضار، ربما أنت لديك وجهة نظر في هذا الجانب دكتور. أكيد أنا واحد من الناس اللي هو مناهضين لعملية بيع الحلويات والمواد المعلبة، سواء كانت سكرية أو نشوية مثل الشيبس أو ما يسمونها البطاطا، وإلى زد عليها اللي هي المواد المحلية الملونة، يعني أضرارها كثيرة. اولا بتاثر يعني زي ما حكيت الدكتوره، يعني عامل من عوامل السمنه، عامل من عوامل مرض السكري، تزيد في تنشيط الخلايا السرطانيه. نحن نعرف ان كل انسان لديه خلايا سرطانيه بحد معين، ولكن ان زاد المعدل فتصبح ورم، يعني تصبح تيومر. فالسكر ينشط الخلايا السرطانية يدعمها، كذلك تؤثر على بعض هرمونات الجهاز التناسلي سواء للذكر أو للأنثى. فأنت لك أن تتخيل يعني أطفال في من سن 10 أو دون يعني لديهم يعني قنوات مفتوحة لاستهلاك السكريات بشكل كبير جدا. فأنا اليوم من هذا المنبر أوجه كلمة إلى معالي وزير التعليم الأساسي أن يقوم بكبح بيع هذه المواد السكرية داخل المقاصف في الأغذية في المدارس، ويجب التنبيه بأن هذه المقاصف تكون أهميتها فقط لبيع المواد الغذائية الصحية اللي هي سواء تكون ساندويتشات أو حليب أو زبادي أو مربى إلى ما غير ذلك، ولكن يبتعدوا عن المعلبات السكرية. وأنا أضيف أن يستعجلوا بالتغذية المدرسية من خلال ما قاموا به من خلال دراسات والأبحاث. إذن هناك بعض الصور دكتور حتكون مواكبة لنا من خلال الغذاء الصحي لمرضى السكري دكتور، هذه العوامل التي يؤثر على تغذية مرضى السكري دكتور. تفضل دكتور. زي ما حكينا سالف ان نمط الحياة يعني اسلوب الحياة مهم جدا، وحكينا لموضوع طريقة الحياة في ليبيا ان اليوم اصبحنا معرضين لامراض عديدة بسبب الغذاء اللي احنا متبعينه. في الواقع نحن من دول الحوض البحر المتوسط، ومشهورة الحمية الغذائية متاع الحوض البحر المتوسط بانها حمية يعني جيدة، ولكن للأسف الشديد كمجتمع ليبي احنا اسأنا تطبيق الحمية الغذائية في حوض البحر المتوسط. الظروف الاجتماعية زي ما تكلمنا عليها سابقا، يوجد الأدوية العديدة، وهذا ليس تخصصي، معنا الدكتورة ممكن تعرش عليها شوي. نعم. ولكن أشهر الأدوية اللي هي الميتفورمين وإلى ما غير ذلك، التركيبة الميراثية
التركيبة الوراثية ممكن موجودة في النموذج اللي بعد هذا السلايد اللي بعد هذا. توجد بعض الجينات اللي تأثر في نوعية الغذاء اللي نستهلكوه، وكذلك بعض الأغذية تؤثر في تركيبة الجينات اللي احنا تكون معانا داخل الخلية خلية الإنسان. إذا كان جاهزة الصورة الثانية سيد عبد السلام حتى يتم الشرح عليها من قبل الدكتور عبد اللطيف، الخاصة بالتنوع الغذائي الصحي. ضف إلى ذلك كمية الأغذية والزمن ما بين الوجبات ونوعية الأغذية وطرق الاستهلاك. يعني أصبحنا تو احنا في مشكلة في ليبيا يسموا فيها النايت إيتينج سندروم، اللي هو عدم الوراثة يا دكتور. خلينا نعرش على هذه بس أستاذ طارق، اللي هي طريقة الأكل في الليل. الشباب اليوم كله الساعة 11 هي نطلع نديروا وجبة، هي مش عارف ايش، ممكن حتى الساعة 2 دكتور. الساعة 2، فهذا مرض جديد يسموه فيه النايت ايتينج سندروم، اللي هو متلازمة الاكل الليلي، وهذا يتسبب سمنة وتسبب مشاكل اخرى. عندنا علم الوراثة الغذائية واللي هو يسموه فيه نيوتروجينيتكس، هذا نوعية الجينات تتأثر او تؤثر في نوعية الاكل اللي احنا ناكلوه. فتجي مثلا دي شرق آسيا، في دولة اليابان عندهم قابلية أن يأكلوا السوشي اللي هو الأسماك النية، في حين أن مجتمعات نحن لا تقبل الشيء هذا. هنا يرجع الموضوع إلى ثقافة ويرجع إلى موضوع جينات. ولدينا آخر علم آخر ويسمى علم الجينوم، وهو نيوتروجينومز. نيوتروجينومز هذا علم هي الأغذية تتحكم في الجينات، تغير من تركيبة الجينات. ولعل لدينا نتيجة أخرى تبين لنا بعض الجينات اللي صارت فيها طفرات. يعني عندنا الجين اللي هو ADRA2A، هذا يجعل الإنسان لا يستطيع مقاومة الإدمان على السكريات. هذا الجين مفروض يكون تركيب تتابتة، ولكن في المجتمعات اللي صار فيها طفرة في الجين هذا تلقى عندهم شهية أكبر لاستهلاك السكريات. ولدينا جين آخر يسمى SCL2A، هذا يجعل الإنسان يستهلك السكريات بكثرة، لأنه نسبة تذوق المادة السكرية عنده ضعيفة بسبب التغير في الجين هذا. فأنا يعني ياريت نلقوا فريق طبي يبحث في هالجينين هذا على المجتمع الليبي، هل فيه طفرة، لأن هذه الطفرة ممكن أدت إلى زيادة استهلاك السكريات عند المجتمع الليبي. الدهون. يعني كذلك في الدهون، الدهون عندنا جين اسمه CD36، هذا جين مشهور جدا، عنده ثلاث طفرات. إذا كان الإنسان يحب السكريات فالطفرة تكون AA، فالشخص يصبح حامل للجين AA. وإذا كان الإنسان أحيانا يميل إلى أكل الدهون وأحيانا لا، فلديه طفرة AG. وإذا كان الإنسان يكره الدهون تماما فلديه طفرة جي جي، وهذا طبعا مشهور جدا في عالم الدهون، وهي مرتبطة بعملية الاستساغة، يعني تستسيغ الشيء من عدمه. بالنسبة لهذه دكتور، نرجع لعملية السكريات. احنا ليش نتناول في السكريات؟ في الواقع أن تناول السكريات يؤدي إلى الشعور بالسعادة أو البهجة، وهذا يرجع إلى كيمو سنسيشن بروغرام في الدماغ، يعني متأثر ما بين خلايا التذوق والاستشعار لخلايا الدماغية، فيفرز هرمون يسمى الدوبامين. هذا الدوبامين أساسه سكريات. لو احنا شفنا للبدايه خلاص أنا نبي نبعث في نفسي البهجة أو السرور وما فيش إلا سكريات، لا، ممكن نشوف البدائل. عندك البروتينات، خاصة بروتين البيض، يعني بروتين البيض يولد هرمون آخر يسمى السيروتونين. هذا السيروتونين هذا أفضل هرمون، يعني مسؤول على موضوع السعادة والبهجة والشعور الجيد لدى الإنسان. وهذا يأتي من حامض أميني يسمى تريبتوفان، وقام مجموعة من البحاث اليابانيين في 2009 بإعطاء مجموعة من الفئران حمية غذائية تحتوي على البيض والأخرى من غير بيض، فوجدوا أن الفئران الذين يأكلون البيض لديهم شعور بالسعادة أكثر، فعملوا البحث ووجدوا أن هرمون السعادة زاد عندهم بسبب حمض أميني يسمى تريبتوفان. نعم، بالنسبة لهذه دكتور، هذا يرجع لي موضوع نوعية الأغذية اللي يستهلكها، اللي مفروض يستهلكها المريض أو مريض السكري أو التي يبتعد عنها. عندنا ثلاث مؤشرات، عندنا أغذية فيها المؤشر السكر عالي، وأغذية فيها مؤشر السكر متوسط، والأخرى منخفض. الأغذية ذات مؤشر السكر العالي بمعناها بمجرد ما يتناولها الإنسان امتصاص السكر سريع جدا. نعم. بتلاقي نسبة السكر طلعت عندك في الدم بي 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 في زمن أقل من ذات المؤشر المتوسط أو المنخفض. ممكن نعم اللي بعدها إذا كان جاهزة
ممكن يخليها المخرج الأغذية الذات المؤشر العالي هذا طبعا عندها مؤشر يعني يعطوا فيه رقم من 70% المتوسط من 55 إلى 70 أقل من 55 منخفض وحنا حنتناول بعض الأمثلة اللي هي أغذية ذات مؤشر عالي منها المشروبات الغازية والعصائر وعلى فكرة أنا أريد أن أنبه الفرق ما بين عصائر النكتار والشراب اليوم تمشي للمحل تلقى مجموعة عصائر المواطن البسيط لا يعرف الفرق فلكن لو أنت مسكت العلبة ودرست أو قرأت ما عليها حتجد هل هي نكتار أو شراب النكتار يفضل أن يكون نسبة عصير الفاكهة الفريش اللي هو نسميه الطبيعي تكون نسبته من 25 إلى 50% أما الشراب فهو يكون أقل من 25% إلى 6% لكن اليوم لا نعرف هل هذه المعايير تطبق مثل نقابة على الأغذية يا دكتور على أي حال يوجد عندك الخبز الأبيض والمعجنات والبطاطس والمعكرونة وعصيدة القمح وحلوة الشامية والرب والعسل والزبيب والوفل والبطيخ البطيخ من أسوأ الفواكه الصيفية اللي تزيد في نسبة السكر في جسم الإنسان يأتي بعدها المانجا وكذلك الفواكه المجففة لو نرجع ونشوف الأغذية ذات المؤشر السكري المتوسط ممكن المخرج يعرضها ربما بعض انواع بعض انواع من الخضروات وبعض انواع من الفاكهه ولعلنا اشهر انواع الفاكهه عندنا احنا في المجتمع الليبي اللي هي التمر والتين هذه المتوسطه دكتور هذه المتوسطه من ضمنها الكسكسي وهذا خبر جيد احنا للليبيين على الاقل يعني الكسكسي افضل من المكرونه عندك الذره والرز الاسمر وشوربه العدس والفطيره او الفتات اللي هي موجوده في المجتمعات الليبيه عصيدة الشعير أنا ننبه على عصيدة الشعير وبازين الشعير أفضل من القمح لأن معدل السكري في الشعير فهو أقل من معدل السكري الموجود في القمح عندك الموز والأناناس والتوت والعنب ولكن لدينا غلط في المجتمع الليبي العنب يعني إذا لو الإنسان ما يأكلش قدر نصف كيلو ما يعني لا يتم تعديل مزاج السكري التناول مرض السكري لا يتجاوز 10 حبات نحن نتكلم عليه مرض السكري حاليا بالنسبة للموز دكتور يعني في أنواع زي الموز يعني يفضل نصف قطعة يعني في اليوم مثلا في اليوم كافية يعني أو حتى يوم بعد يوم يعني طالما هو ملتزم بالتوقيت والدواء واستهلاكه والفكرة دائما يعني احنا كدكاترة سكري نقولوا ان الفاكهة تاكلها بعد الوجبة على طول باش يكون في تأثير فشو رأيك انت كأخصائي غذائي والله انا طبعا كنت في مؤتمر في ازمير في 2013 فعرضت شيء على الموضوع هذا وكان صار لي نقد ولكن استدليت بآية قرآنية في سورة الواقعة ولحم طير مما يشتهون فاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون فهنا ربك سبحان الله فضل الفاكهة أو يعني استثنى الفاكهة أن تكون في الدرجة الأولى عن اللحوم احنا في المجتمع الليبي النظرية عندنا معكوسة يعني بعد أكل الوجبة الكبيرة خاصة في الولائم يأتي دور الفاكهة والسكريات المفروض العكس يعني. وهي المفروض العكس نعم. لأنها بتسبب تخمر بسيط نعم. ولو جزئي نعم. نأتي للأغذية اللي بعدها نأتي للأغذية الأخيرة اللي هي فئة نعم. الأغذية اللي هي منخفضة المؤشر السكري دي سمي ما شئت من الخضروات فجميع هذه المنخفضة دكتور هذه منخفضة معدلها 55 إلى 0 فهو يعتبر منخفض فحتى مرضى السكري يأكلوها بشكل مستمر كل يوم يعني مظاهرها بسيطة جدا 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 اللي هي أنواع من الخضروات زي الزهرة والخس والبصل والباذنجان والطماطم ضف على ذلك الحليب والزبادي والبيض والبازين بالنخالة خلينا نركز لأن احنا مجتمع ليبي وهذه وجبة ممكن تأكل مرة أو اثنين في الأسبوع فأي بازين بالنخالة فأعرف نفسك أنك أنت في السايف سيل اللي هو يعني من غير مشاكل عندك الكاكاوية والجريب فروت والخوخ والتين والأفوكادو نعم. فهذه مجموعة من الأكل اللي ممكن يلتزم بها نعم. مريض السكر أعتذر معلش بس دكتور عبد اللطيف التين احنا من الناس اللي نعتبره فيهم الهاي جلايسيميك يعني يعتبره من معدل السكر العالي لأن أكثر حاجة تركب في السكر فاحنا لاحظوا فيها أن التين أو الكرموس بالعامية يعني دكتورة فعلا ملاحظتك في مكانها لكن فيها اختبارات على بعض أنواع التين فوجد معدل الجلايسيميك أو معدل السكر أو مؤشر السكر في التين يختلف على حسب نوعية التين فيبدأ من 51 إلى 61 النسبة فلو شفناها من 51 إلى 55 فهي في فئة
البسيطة الأقل. ولو شفناها من 55 إلى 61 فهي في الفئة المتوسطة. ففي الحالتين إحنا مازال ما مش زي البطيخ, مش زي الدلاع اللي هو إحنا في لغتنا العامية. في سؤال دكتور فيما يخص المكسرات, يعني المكسرات تعتبر من الأغذية اللوز وكذا, نعم, هي والحبوب كاملة بالغشاء متاعها بالنخالة متاعها, هذه يعتبر من المفروض الأكل اللي ينصح به مريض السكري. ليش؟ لأنه يعطل في عملية الهضم, فلما يعطل في عملية الهضم عملية الامتصاص للسكريات تصير فيها بطء, فلما يصير فيها بطء أعرف أنك أنت كافحت السكر ولو بجزء بسيط. هو دائما السؤال يفضل نية ولا طائبة؟ يعني هي احنا دائما يعني النصيحة انها هي تكون نية افضل من طائبة. يعني هي يا اختي العزيزة تختلف, بعض من الحبوب يجب نقحها وبعض من المكسرات يجب تحميسها, فتختلف على حسب النوعية. ليش؟ لان في مركبات يسموا فيها الانتي نيوترينتس, مركبات مضادة للتغذية, منها الفايتيتس ومنها التانينز الموجودة في الشاهي ومنها الأوكزيليت. هذه مركبات مع أني اليوم أنصح بها لمريض السكري تناولها, إيه نعم, لأنها تكافح في امتصاص السكر تبطئ من عملية الامتصاص, وكذلك تدخل في ميكانيزم آخر في آلية أخرى. إحنا عملية هضم السكريات لو أخذنا النشا تأتي على مرحلتين. المرحلة الأولى يجي إنزيم يكسر النشا إلى مركبات أبسط, نعم, والنشا هذا يسمى فيه الأميليز وموجود من الفم. جي المرحلة الثانية في المعدة يجي عندنا الألفا غلوكوسيديز, إنزيم آخر يكمل الشغل اللي اشتغله الأميليز الإنزيم الأول, فيكسر السكريات الثنائية والثلاثية إلى سكريات أولية سهلة الامتصاص. العلم الحالي يكافح في واحد من الإنزيمات, ضروري ما نخفض في نشاط الإنزيم الأول أو نشاط الإنزيم الثاني. كيف يتم الكفاح؟ هذا يتم عن طريق المواد الفيتوكيميكالز اللي هي مواد ملونة, واليوم أنصح أي مواد ملونة موجودة في الخضار أو الفواكه يجب أن تأكل بشكل يومي, لأنها هذه مواد تعتبر تغذوية فعالة تكافح عدة أمراض منها السرطانات بتعتبر باعتبارها أنتي أوكسيدنس وإلى ما غير ذلك. فلو جينا لموضوع الفايتيت, مادة موجودة في الحبوب وخاصة في النخالة, نجول التانينز مواد موجودة في الشاي والقهوة, مع أن القهوة عندها يعني تأثير سلبي على مرض السكر, ولكن لما ننظر للمنظر هذا ففيها التانينز, والتانينز يبطئ لي موضوع امتصاص السكر فهي كويسة يعني في الحالة هذه. عندنا اللكتينز وهو موجود في العدس والحبوب والبقوليات, بالإضافة إلى الأوكزاليت وهو موجود في الخضار والبقوليات. فهذه مركبات أنصح أن الإنسان يركز عليها لأنها تكافح حسن مرض السكر. يعني اي نحن نتكلم على مريض السكر, احنا ما نتكلموش على الفئه العاديه يعني فئه الاصحاء. نعم نعم دكتور, في بعض الاكلات ربما سيكون بعض الدكتوره ما هي العلاجات المناسبه للسكر, يعني بالذات بدايه السكر؟ بالنسبه للعلاجات بدايه السكر, طبعا اهم حاجه في النوع الاول بالنسبه للسكري لازم نبدا انسولين, ضروري من بدايه الانسولين, لان ما فيش حل ثاني في العالم كله ما عدا الانسولين حاليا. النوع الثاني ممكن تكون أول حاجة الحمية الغذائية, هي مهمة جدا بالنسبة للنوع الثاني. هي الحمية الغذائية حتكون مهمة في النوع الأول والنوع الثاني يعني. فاحنا في العالم كله بدي عندنا نظام اسمه نعم, ربما دكتورة هذا بعض الصور الخاصة بمرضى السكري حتى يكون الشرح أكثر وضوح. يعني احنا قلنا النوع الأول من السكر يصاب به الإنسان بسبب عجز في هرمون الإنسولين موجود في البنكرياس, وزي ما تطرقنا لها قلنا أن هي خلايا بيتا اللي تفرز في الأنسولين بتكون مسؤولة على إفراز الأنسولين, بيصير فيها تكسر نتيجة لأجسام مضادة. فهنا في النوع الأول بنلجأ دائما للأنسولين. طبعا الأنسولين فيه أنواع وبيكون عن طريق الحقن, في أنسولين فموي ولكن الآن ما يعني مش مصرح به للاستعمال. العلاجات الثانية اللي هي المتطورة حاليا من معلش عذرا دكتورة, هناك من لم يستعمل الأنسولين يعني في البداية؟ في البداية النوع الأول, احنا في فرق بين لما نقول النوع الأول يعني أنا هذا ضروريا يعتمد على الأنسولين. يعني لو أي حد ما استعملش الأنسولين حيصير الارتفاعات في السكر وحيخش في حموض الدم زي ما شرح أستاذ عبد اللطيف. نعم, بالنسبة للصورة الثانية دكتورة,
هذا شرحناها، قلنا أنه هو السكر كيف يتشخص، إن لو أنه زاد مستوى السكر في الدم على 126 وشخص صائم. حالياً بدت عندنا مرحلة نسموها فيها مرحلة ما قبل السكري، يعني يكون الشخص هو معرض للإصابة بالسكري لكن قاعد ما نصابش بالسكري. هذه لها عوامل كثيرة اللي هي من ضمنها السمنة والأكل، والحاجة الثانية أن لو يعني درنا نظام غذائي مبكراً وقدرنا أن احنا نقصه من الجلايسيم كنترول اللي هو الهيموغلوبين A1C نسموه فيه التحليل الثلاثي اللي هو للسكر، يعطيك مؤشر السكر في الدم لمدة 3 شهور. فهذا لو زاد عليه 5.7 ل 6.4 يعني هذا يعتبر مرحلة ما قبل السكري. لكن لو ركبنا فوق يعني هاد ما حافظناش على الأكل، ما حافظناش على الرياضة، ممكن في بعض الدكاترة يبدو في علاج منظم أو ينقص لك اللي هي نسبة السكريات في الجسم، فبنضطروا أن نخش للنوع الثاني. والنوع الثاني طبعا مشكلته أن بدينا نشوف النوع الثاني في الأطفال وبدينا نشوف النوع الأول في الكبار، يعني ما عادش في قاعدة ثابتة أن لا النوع الأول له علاقة بالأطفال فقط والنوع الثاني له علاقة بالكبار. بالنسبة للعلاجات احنا قلنا عندنا الانسولين هذا، وتأكيدا ما نستغنوش، اهم حاجة النظام الغذائي، وفي حاجة تو العالم كله ماشي بها اللي هي نظام الكربوهيدرات، حساب الكربوهيدرات، يعني ان في حرية في الاكل، ان بحيث ان الشخص هذا يقدر يحسب الجرعة او كمية الاكل، كمية النشويات في الاكل متاعه ويضرب عليها اللي هي انسولين مناسب للجرعة اللي هي المناسب لكمية النشويات اللي موجودة. نعم دكتورة، بالنسبة للصورة هذا النوع الأول ما يصيب الأطفال، وهذه ركيزة مهمة يعني الشريحة هذه بما أنك أنت متخصصة مرض السكري للأطفال. جدا نعم. طبعا احنا قلنا عادة ما يصيب الأطفال صغار السن والشباب دون 20، لكن لكل قاعدة شواذ، حتى النوع الثاني بدنا نشوفه فيه في الأطفال نتيجة الأكل غير صحي أو الرضاعة الغير طبيعية، حتى هي لها تأثير كبير. فمشكلة النوع الأول إن هي عادة ما تصيب الأطفال، والمشكلة الكبرى هي في حقن الأنسولين، لأن الطفل بيحتاج إن هو يضرب من 6 حقنات إلى 8 حقنات في اليوم يعني أنسولين، وهذه أصعب مرحلة على الأهل وعلى الطفل. وما ننسوش الناحية النفسية، يعني 6 جرعات يعني في اليوم وممكن يوصل لأكثر. نعم نعم دكتورة. نعم ربما في سؤال دكتورة، هل الضغط النفسي يعني يصيب يأتي بمرض السكر أو تأتيه مرض السكر الحالة؟ الضغط النفسي ممكن يزيد من مستوى السكر لو كان هو عنده السكر. لا لو هو ما عنده السكر يعني هل يصيب به نتيجة الضغط النفسي؟ ممكن نوع الثاني بس بيأكل حلو. نعم أيوة بدأت الناس اللي تأكل في الكمية الحلو هلبة. نعم. ومعتمدة كليا على النشويات، احنا بدأنا لما نقوله سكريات يعتمد على السكريات فقط، لكن حتى النشويات لها دور كبير. نعم. بالنسبة للعناية بالقدم دكتورة هذه مهمة. قبل ما نتكلم لك بس على العناية بالقدم نحكي لك على أن تو العلم تطور، يعني من 6 حقن أنت حسيتك يعني أثرت فيك شوية، فكل الأهالي ديما تأثر فيهم حقنة الأنسولين، فإحنا أكثر حاجة ناشدوا فيها هي وجود مضخات الأنسولين، ممكن حطيت صورة. نعم. عليها. نعم. يعني مهمة جدا مرافقة. نعم ربما ناخدوا جزء بسيط حول العناية بالقدم. طبعا العناية بالقدم مهمة جدا لأن لازم يكون في عناية بالقدم، توا في كشف دوري سواء المصاب أو غير مصاب دكتورة بصفة عامة أكيد يعني. بس أنا نتكلم بصفة خاصة على المصابين لأن هم أكثر عرضة، لأن هنا لو لا سمح الله حد من أهل المصابين صار لإصابة في القدم لا سمح الله ممكن تؤدي إلى البتر، لأن معدل السكر لما يزيد في التعفن الجنجرينا. نعم. فهنا ضروري من المتداول العامة. ضروري من المحافظة على القدم السكري من ناحية تجفيف الأقدام بعد الوضوء أو بعد الغسل، ضروري أن يجفف بين الأصابع، لازم أنه في تقليم الأظافر أنه ما يخرجش التقليم يعني على حافة الظفر، يعني يكون في مسافة باش ما يصيرش التهاب. الحاجة الثالثة لازم يلبس اللي هي أحذية تكون واسعة شوية. نعم. هذه في الأول قلناها. نعم. تعرف نعم ربما الصورة اللي بعدها حتى نشوف المقاسات. نعم عملية المقاسات هذه اللي أسلفتي دكتورة حول أحدث العلاجات السكر هذه بالنسبة للأجهزة هذه دكتورة. هذه أحدث العلاجات في العالم، تعتبر من غير زراعة الخلايا الجذعية اللي هي المضخات بجميع أنواعها. طبعا هذه إن شاء الله يوفروها يعني الدولة، لأن صراحة باهظة الثمن. نعم. مش كل الناس يقدروا عليها. 400 دينار تقريبا دكتورة هيك.
لا أعتقد، لا ممكن توصل حتى 10,000 دينار أو أكثر يعني. لا 400 دينار لو كانت. هي يعني موجودة في المستشفيات حاليا؟ حاليا هي كانت متوفرة لنا جاية عن طريق الدولة، لكن حاليا مش متوفرة، وإن شاء الله تتوفر مستقبلا يعني. إحنا نجدوا ديما في وزارة الصحة أن هي توفر أحدة. بالنسبة لهذه الأنواع الأقلام، أنواع الأقلام الأنسولين، في عندنا أقلام اللي هي سريعة المفعول، وفي عندنا أقلام اللي هي تشتغل على طول اليوم، ممكن تنعطى مرة أو مرتين في اليوم. هذه متوفرة دكتورة؟ موجودة. موجودة يعني حتى تبع الدولة، لكن يعني بين فترة للثانية ممكن ما يعني ما تتوفرش. يعني طبعا هي ضغط الثمن. نعم ربما القلم في 60 دينار حسب علمي. 60 أو 65 طبعا. نعم. وفي حتى الأقلام التركية، وهذه لا ينصح بها نهائيا، لأن هذه رسالة مهمة دكتورة، لأن الأغلبية يقولوا مش عارف التركي يعني، لأن نظرة للتخزين يعني يكون تخزينه أو الحفظ متاعه غير مظبوط، فبصير فيه اللي هو تلف في الانسولين. نعم. ففي ناس ممكن ما تقدرش تشري الثاني، فبتضطر ان هي تشري التركي لانه ارخص في السعر. فهنا يعني احنا نناشدوا زي ما قال السيد عبد اللطيف، نناشدوا وزاره الصحه ان هي توفر للاطفال بس اجهزه قياس السكر والانسولين يعني. نعم. كحل مبدئي يعني بدل ما. نعم. لغايه ما نوصل للحل الاخير اللي هو المضخات. طبعا يعني هذا يعتبر اللي هو من افضل الاجهزه اللي متوفره، اللي هو احنا نقوله السي جي ام، اللي هو جهاز قياس السكر المستمر من غير وخز يعني. نعم. قياس السكر من غير وخز. هذا موجود دكتوره؟ مش عن طريق الدوله، هذا موجود في القطاع الخاص. طبعا هذا يعطيك معدل السكر على مستوى 24 ساعه من غير يعني ما انت تقوم بالوخز او من غير ما تحاول تقيس، فهذا يعتبر حل كويس جدا. لو قدرنا نوفره في الدوله حيكون شيء يعني. نعم. هائل. نعم دكتوره، يعني تو المضخات يعني لمن يحتاج يعني تعطى مجانا من قبل المستشفى؟ اي اكيد. نعم. متوفر هي دكتوره حاليا؟ حاليا لا مش متوفر. حتى في مستشفى السكر يعني مش موجود؟ لا حاليا حتى في مستشفى السكر مش موجود. هذه رسالة لجهاز الإمداد الطبي يتم توفيرها والمسؤولين. اي ان شاء الله بإذن الله. تقريبا في 400 دينار هيك حاجة هيك يعني، حسب في حاجة يعني تم السكر تقريبا سعر هيك. اسعار ال 400 دينار هو جهاز القياس السكر المستمر. نعم. يعني وهذا طبعا 60 شريحة او 70 ولا 200 شريحة؟ لا مش 60 شريحة. هو اصلا يتركب جهاز يتركب تحت الجلد. ونقدر نستفيد منكم. اي اكيد لمدة مدى بينا احنا. نعم. بالعكس لناشد الوزارة انه امداد المفروض ان اول حاجة يجيبوها السي جي ام يعني يوفروا. نعم. للناس، او لو ما قدروش يوفروا اجهزه قياس السكر، حتى اجهزه قياس السكر تعتبر غاليه جدا يعني. نعم. لما بتوفر شريحه وبتقيس يوميا من 6 إلى 8 مرات في اليوم باش تقدر تعدل سكرك في الاخير، فانت تحتاج لقياس سكر مستمر. فهنا ممكن نستغنوا على الوخز نتاع الابر بالجهاز القياس، وهذا يكلف، بس هو مشكلته انه كل 14 يوم بتغير شريحه يكلف تقريبا في 400 جنيه يعني، هذا اللي قلت عليها يعني. نعم. نعم دكتور، النظام الغذائي الصحي يعني المصاب بالسكر يعني نسمع به انه يقول لك 6 وجبات تقريبا، ولا الزمن الوقت كذا، الافطار الصباحي المهم دكتور بالدرجة الأولى، في الوجبة ما بين الغذاء، وفي مش عارف هذا المتداول يعني. نعم دكتور. أنا حتى نوعية الوجبات دكتور. تمام. خلي شوية نرجع للأصحاء قبل. نعم. وعملية تنظيم الوجبات. نعم. أنا شخص أحبب النظام الكلاسيكي 3 وجبات لسبب واحد، لأنك أنت لو زدت عدد وجبات الأكل فأنت بتضخ. هذا بالنسبه للصحي. لا صحة. ما هو انت يعني انت الانسان كان صحيح فاصبح مريض. فخلي شوي نهتموا بالاصحاء قبل باش ما يصبحوش مرضى من ضمن الاطفال. بقايا. فانت لو كثرت عدد الوجبات معناها كثرت عدد مرات ضخ السكر في الدم، فانت هنا نشطت البنكرياس 6 أو 7 مرات اكثر من معدله. فتخيل نعطيك مثال بسيط وممكن يكون يعني مضحك شوي. انت لو مسكت باب وفتحت وسكرت فتحت وسكرت فتحت وسكرت مسكته لمده 24 ساعه بيخرب الباب. نعم. فحتى الانسولين لو انت شغلته اكثر من طاقته اليوميه فانت يعني اديت الى تلفه المبكر. فانا ليش احب النظام العدد الوجبات اللي اقل بحيث نعطوا راحه للانسولين انه ما يضخش اكثر باش يعيش اطول. نرجع لمرض السكر، اول ما انصح به بصراحه في الصباح الباكر يعني او في الصباح اللي هي وجبه الافطار، يبدا ببيض والالبان ومشتقاتها وخضروات، يبتعد عن السكريات. انا في هلبا ناس كثير تقول لي والله بديت بموزه او تفاحه. اوكي لو نجي نقارن تفاح على الموز، التفاح اهون شوي من ناحيه الجلايسيميك اندكس افضل، لكن مازال اي سكريات على معده خاويه فهي شويه ضاره. يا ريت نبدا بالياف، يا ريت نبدا ببروتينات فتكون افضل. ونرجع للايه
لحم طير مما فاكهة مما يتخيلون، لحم طير مما يشتهون، نربطها في الموضوع هذا. لكن أنت في الصباح الباكر تبدأ ببريوش وتبدأ بعسل وتبدأ فيها شوية، مع أن عارف أن الدماغ خلايا الدماغية تحتاج إلى سكر في الأول. زيت الزيتون دكتور. هذا أفضل شيء. هل تعلم أن يا أخي مانيش عارف إحنا العالم الثاني واخدين ثقافتنا الإسلامية ويدعوا لها في أبحاث. في فريق ياباني اشتغلوا عليه الزيت مع التين. شنو علاقته؟ احنا بالذات تو الثقافة الليبيين وخاصة في مناطق الجبل ما يفطروش الا على التين بالزيت في الصبح. والتين المنقوع طبعا عبسيسة والزميطة و هذيك ما لكن تو البسيسة تعتبر حلوة. هل البسيسة من البسيسة خلاص تو المجتمعات احنا المتحضرة شوية في ليبيا يصبح يقول لك لا هذه بتدير لي ريحة في البيت وتدير لي واحدة. في نوع من نتعامل احنا مع ناس كثيرة فنسمعه يعني. نأتوا للنظام الغذائي لمرضى السكري دكتور. يعني زي ما قلت لك في الإفطار الصباحي تبدا ببروتينات اللي هي البيض والحلال البان ومشتقاته وخضروات. لكن نرجع لي لو خلينا ناخذ فئة الذكور مريض بالسكري وعنده البروتستات يعني عنده عفوا الله وإياكم مشكلة فيه، فما ننصحش بالألبان هنا. نعم. على فكرة مرض البروتستات عندهم ثلاث حاجات يبتعدوا عنها، عندهم اللي هي البقوليات بجميع أنواعها والألبان بجميع أنواعها والسكريات بجميع أنواعها. هذا اللي عنده مرض السكري والبروستات دكتور. نعم. فيشوف انخفاض في الألم بشكل رهيب وحيقلل زيارة أكرمكم الله دورة المياه. نعم. نعم. وبالتالي لو رجعنا لي ممكن مع الساعة 11 أو 12 اللي هي فترة الضحى يعني يبدأ بي بي زي ما نقولوا بفاكهة ما فيش بأس هنا، مجموعة من التمر أو التين أو كذا. كم تمر دكتور اللي عنده السكر؟ معلش دكتور والله نرجع كل شيء للدين. نعم. يبتاخذ ثلاثة يبتاخذ خمسة يبتاخذ سبعة no more than that يعني لا أكثر مني. أنا إحنا كأطباء ما ننصحوش طبعا. ما هذا علاش دكتور؟ لأن الطب عندهم رأي وأنتم التغذية العلاجية عندكم رأي دكتور. طب يعني ما ننصحوش. إن طبعا بالنسبة للإفطار المبكر بيكون على حسب قياس السكر الحالة يعني الصبح إذا كان ها يعني نازل سكرها ممكن تبدأ. ما من اللي يحسب دكتورة كل يوم؟ فيش حد يحسب حالة. ما فيش حد يحسب الحالات. لا نحن نتكلموا على فئه من الفئه من المرضى. أيوة. عايشين حياتهم الطبيعيه ما يزوروش في الدكتور كل يوم، فهو أيوة. عايش بانه بيضرب الحقنه او بياخذ الحبه وخلاص. ففيه بيئه تحكم فيك، في ظروف اجتماعيه اسريه، في نوعيه اكل، في دخل برضه الدخل. أيوة. وبعدين يعني يقول الدكتور قال كله سبعه تمرات هنا انت حنقعد في نقطه في النقطه هذه انه في الاذاعه قال سبعه تمرات اوكي. نعم. فهذه صعبه جدا. لا انا بسال عليها ثلاثه وخمسه مسؤول عليهم، سبعه ممكن فيها شويه صعبه. لان الجلايسيميك اندكس في التمور طبعا بسيطة. عاده دكتور مش شرط كل يوم التمر يعني لو في تنوع احنا نحكوا عليه تنوع. ايه لما نقول تنوع تمر ما فيش حد بياكل تمر كل يوم يعني مهما كان. ترجع لوجبه الغداء نرجع لي شويه اللي هي انواع الاكل اللي عرضناها. يحبد لو انت والله جيت عندك خبزه الوايت بريد ولا البراون بريد، الخبزه البيضاء والخبزه السمراء، راهو في الواقع ما فيش في اختلاف بيناتهم. ما فيش اختلاف. وهذا اهم سؤال دي ما سالوه. ما فيش اختلاف. وانا في هالبنا استسل فيه والله يا دكتور انك ليت توست واخوي كليت توست جاف، من اللي فيه معدل السعرات الحراريه اكثر زي بعضها، زي الخبزه الجافه اللي دخلتها داخل التوستر والخبز اللي اكلتها بالرطوبه نتاعها. انت فقط خفضت نسبه الرطوبه منها فقط، والبادي من المواد السكريه والمواد الحافظه موجوده فيها زي ما هي، فالسعرات زي ما هي. فنرجع لموضوع وجبات الغداء، ممكن تكون مخلله بالنخاله. وانا يعني النخاله سواء كانت في شكل طازه او في شكل يعني عنصر اساسي يعني في الغذاء. اي طبعا. نعم. لان مهمه تسهل في عمليه إخراج الفضلات أكرمكم الله وتكافح الإمساك، بالإضافة زد على ذلك تقلل في سرعة الهضم فهي تقلل في نسبة امتصاص السكر. فنرجع يا أستاذ طارق إلى أنا ممكن لو نتكلم توا في كلام ممكن الناس زي ما قالت الدكتورة بياخدوه إن كلام عام. نرجع للنيوتروجيناتكس اللي هي عملية الجينات، كل واحد راهو تختلف حمية الغذائية عن الآخر. فما فيش عيب انك انت اليوم تستشير اخصائي تغذيه بحيث يدرس حالتك وعضوها ممكن يعطيك ولو بنسبه بسيطه او ينصحك انه شنو نوعيه النظام معين وشنو نوعيه الاكل. اما لما جي كلام عام راهو لا. حاجه وحيده العامه اللي هي تمشي تسري على الكل الرياضه، الرياضه ثم الرياضه ثم الرياضه. الزمن اليومي الرياضه دكتور لمرضى السكري ما زاد على سن الأربعين نص ساعه وراجع يوميا. ايه. نعم. مينيموم نص ساعة المينيموم خلينا نقوله ما زدت عليها أوكي، لأن تدخل في برامج تانية، تدخل في يعني
ايش بيسموه التهابات المفاصل والتهابات العضلات و فعندها يعني عيوب اخرى. نعم. الشباب الصغيره في العمر او الاطفال يعني فوق النص ساعه 45 دقيقه حتى ساعه جميل جدا. في البعض اكثر الدكتور يعني خاصه المشي يعني في البعض يطلع من بعد العصر يروح لا شيء. والله فيها جحاف. نعم. اذا كان كل يوم فيها جحاف. نعم. لكن اي حال هي عندها راهو مش خلينا نقولوا ميزات اخرى. اي طبعا على حسب جسم الانسان. نعم. فيها ميزات اخرى. نعم. لوجبه العشاء حتى نستغل الفرصه والوقت دكتور. وجبه العشاء يجب ان تكون قبل الساعه السادسه سواء كانت في الصيف او في الشتاء واقل كربوهيدرات. خلي نقول اقل السكريات. لا ليش ولتكن وجبه المكسرات مع الساعه 10. نعم. ما دكتور عبد اللطيف ووجبه الفاكهه برضه مع الساعه 10. لكن الوجبه اللي هي فيها دهون وفيها بروتينات وفيها نشويات كثيره يفضل قبل الساعه 6 بحيث انك انت تعطي مجال للمعده انها تهضم باش لما يجي وقت النوم ووقت الراحه. في علم ثاني يسموه فيه اللي هو البيسل ميتابوليك ريت معدل استهلاك الطاقه في حاله انت مستريح. فهذا يتم باسلوب جيد. نعم. افضل اثناء وصلت الفكره يعني. دكتور دكتوره نستغل الوقت والباقي زمن بسيط يعني. دكتوره كيف يمكن الوقايه من هذا المرض دكتوره؟ وانا معلش معترضه على دكتور عبد اللطيف في نقطه معلش. نعم. لان الكل حياخذ النقطه هذه في عين الاعتبار والكل حي يعني حالات السكري صعب ان انت تعشيهم من الساعه 6 وتقول له خش ارقد بالذات الاطفال يعني لان الساعه 6 يعني حيخش لك يضرب الانسولين الساعه 6 على وجبه العشاء فمعناها الساعه 12 حيخش لك في هبوط. فمعنا احنا دائما ك يعني كاطباء سكري ديما ننصح ان تكون في وجبه مع الساعه 10 يعني كاخر وجبه. ولتكن فاكهه. ولتكن فاكهه بس الفاكهه مشكلتها في الفاكهه مشكلتها في السكري ان هي بتركب السكر بسرعه وممكن تنزلهن بشكل يعني بطيء فنخشوا في هبوطات في الفجر يعني. فالاغلب الناس يبدا مرعب ليهم هذا الهبوط في الفجر بالذات الاهل يعني يكون مرعب ليهم ان يكون عنده هبوط في الفجر طفلك وانت مرات من لا سمح الله ما عندكش بعلم او خداك النوم وما نطش قص السكر فهنا ممكن تخسر طفلك في نتيجه الهبوط. فاحنا دائما نقولوا ان يعني مع فتره الساعه 11 الساعه 12 ممكن ياخذ فاكهه هذه حتساعده انه يقعد بقيه الليل انه سكره منظم يعني. في حدود اقل من دقيقه دكتوره كيف يمكن الوقايه من هذا المرض؟ الوقايه من هذا المرض ان احنا لازم نحافظ على نظام غذائي كويس ولازم اطفالنا نعرفوا يعني ناكلهم اكل صحي من الاول وهنا يبدا من المدرسه. فانا واحده من الناس اللي كنت نشجع انه يكون في برنامج وطني للمدارس من حيث التغذيه ومن حيث الحمايه من السكري. زي ما قال الدكتور عبد اللطيف بارك الله فيه اهم حاجه الاغذيه انها تكون صحيه في المقاصف او حتى في اللانش بوكس بتاع الاطفال اللي هي اللي يرفعوا للمدرسه. الحاجه الثانيه ان مجرد ما نشخص طفلي او مجرد ما نشخص انا يكون عندي تشخيص سواء اطفال او كبار ان عندي سكري المفروض ان انا نستشير دكتور على طول ما ناخذش بقاعده ان لا ناخذ اعشاب طبيعيه او نلجا للطبيعه يعني الطبيعه لها ميزات ولها عيوب يعني. نعم. واحتاج الحديث اكثر دكتور في هذا الجانب ربما تكون في حلقات يعني قادمه حتى تكون الصوره اوضح متخصص في التغذيه الصحيه. اشكرك دكتور عبد اللطيف المرغني رئيس قسم التغذيه العلاجيه بالاكاديميه الليبيه للدراسات العليا. اشكرك على قبول الدعوه وشكرا لك دكتور. وكذلك شكرا لك دكتوره سناء شديده اخصائيه امراض السكري وغدد الصماء اطفال. شكرا لك وشكر موصول لمشاهدينا حسن المتابعه والفريق التقني في مساحه مفتوحه بقناه ليبيا الرسميه. دمتم في امن وسلام. الى اللقاء.